السلام عليكم. الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أدخلت الجيش الإسرائيلي بحرب شوارع مدمرة للغاية، وهذا جاء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي من تمكنه من تطويق قطاع غزة. والحديث هنا عن شمال قطاع غزة، وهو الأمر نفسه الذي أكده معهد دراسات الحرب الأمريكي وكذلك الوور مابر. والحديث بشكل واضح من خلال خارطة شمال قطاع غزة عن التقدم الإسرائيلي الذي جاء باتجاه شارع صلاح الدين. الآن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي وصل إلى البحر المتوسط وتمكن من السيطرة على جزء كبير من شارع الرشيد، وبالتالي قاموا بعزل شمال قطاع غزة عن وسط القطاع وجنوبه. وطبعا الجيش الإسرائيلي تمكن من التقدم بهذا الشكل الكبير في هذه المنطقة مقارنة بأي نقطة أخرى، وذلك بسبب نقطة الضعف الجغرافية الموجودة في هذه المنطقة تحديدا. هنالك مساحات مفتوحة كبيرة، المنطقة رخوة أمنيا، ليس هنالك الكثير من المباني أو غيرها التي من الممكن للفصائل الفلسطينية أن تستخدمها كحرب شوارع لاستنزاف القوات الإسرائيلية. وطبعا الجانب الإسرائيلي عندما تقدم لهذه المنطقة استخدم جرافات D9 في مقدمة أرتالها الإسرائيلية، بالإضافة إلى استخدامها أيضا لمدرعات أو مركبات هندسية عسكرية خاصة بهم، هي تابعة طبعا ومن نوعية البوما AEV الخاصة في إزالة الألغام والعبوات الناسفة. وبالتالي الجرافة وهذه المدرعات أو المركبات التي نتحدث عنها هي تعمل على إزالة أي عوائق من الممكن أن تكون قادمة أو حاضرة طبعا أمام الدبابات الإسرائيلية. والدبابات الإسرائيلية ببساطة كانت تسير خلفها وتمكنوا من عملية التقدم بهذا الشكل، وعندما كانوا يتقدمون في كل نصف ميل أو 800 متر كانوا يشكلون أو يقومون بخلق أو إيجاد مواقع أو معاقل خاصة بهم في الداخل في هذا العمق تحديدا، ما يقارب 6 معاقل. هذه المعاقل طبعا تنفع في عملية التحشيدات الإسرائيلية أن تستقر فيها، أن تساندهم طبعا وأن تكون مفيدة على المستوى اللوجستي في عملية تزويد هذه المواقع بتحشيدات أكبر شيئا فشيئا. وأيضا هي تنطلق منها الهجمات أيضا في نفس الوقت، وهي حولوا هذه المنطقة بشكل عام كنقطة سيطرة كتشيك بوينت بالتحديد بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هنالك صور هي التي توثق طبيعة هذه المعاقل التي نتحدث عنها الترابية بسواترها الترابية، هنا باللون الأزرق الفاتح الذي تلاحظونها واللون السماوي قد شكلوا هذه النقاط 6 معاقل في صورة أقرب، تبدو بهذا الشكل يحشدون بهذا الشكل في داخل قطاع غزة في هذه المنطقة التي نتحدث عنها، وبالتالي بالشكل العام هي تبدو بهذه الطريقة. وهذا هو الأمر الذي استفز الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وجعلها تصعد بشكل كبير ضد الجانب الإسرائيلي، وخاصة عن هذا الخط الذي نتحدث عنه أو هذه المنطقة التي سيطر عليها الجانب الإسرائيلي في تل الهوى تحديدا. وهذا الأمر أصبح واضحا من صور الأقمار الصناعية كما تلاحظون هنا، لاحظ الاشتباكات الكبيرة التي تجري في هذه المنطقة، إذا ما اقتربنا منها تلاحظ كيف أن الاشتباكات واضح عنيفة للغاية. هذه صورة أوضح قادمة من أوسنت تكنيكال توضح لك أن الاشتباكات ليست بالعادية، مع وجود طبعا الدبابات والمدرعات الإسرائيلية موجودة في هذه المنطقة بشكل واضح. وأيضا موقع ريبار الروسي كان قد وضح كيف أن هذه المنطقة الآن مشتعلة كما تلاحظون باللون الأصفر، مغلقة تضرب بالهاونات بالطائرات المسيرة بهجمات من الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية لتباغت القوات الإسرائيلية، ولكنها منطقة مفتوحة طبعا ومن الصعب على الجانب من الفصائل الفلسطينية أن تسيطر عليها، ولكنها تعمل على عملية استنزافها بشكل أكبر. أيضا المنطقة الأخرى التي تحقق فيها الفصائل الفلسطينية في حقيقة الأمر الكثير في حرب الشوارع وتستنزف كثيرا الجانب الإسرائيلي هي هذه المنطقة التي ترونها باتجاه البحر المتوسط والتقدم الإسرائيلي الجاري باتجاه منطقة الرمال وباتجاه طبعا ميناء غزة. وهذا التقدم طبعا ظهرت من خلاله العديد من اللقطات التي نشرتها الفصائل الفلسطينية لطبيعة استهدافها لعشرات الدبابات والمدرعات الإسرائيلية بنجاح، كما تلاحظون مثل هذه اللقطة لقذيفة الياسين 105 وهي تستهدف هذه المدرعة الإسرائيلية أو الدبابة الإسرائيلية، لاحظ كيف أنها ضربتها بنجاح. وأيضا لقطة أخرى لهذه المدرعة بجانب البحر المتوسط كما تلاحظون أيضا ضربت بهذا الشكل، والعديد والعديد من اللقطات للفصائل الفلسطينية كيف هي تستهدف بنجاح
الأرتال الإسرائيلية التي تتقدم من هذا المحور الذي نتحدث عنه. وإذا ما أخذنا عددا من العلامات لهذا الموقع لنتأكد من التفاصيل التي نتحدث عنها، طبعا الشارع هو عبارة عن ذهاب وإياب، وكما نلاحظ هنا سياج، مجموعة من الأشجار، وهذا مبنى قريب من المنطقة التي نتحدث عنها. هنا طبعا المدرعة، وهذا مبنى مميز مع خزان للماء كما هو واضح، وهذا عمود كما نلاحظ للإضاءة. بمسافة بسيطة من المبنى الذي ذكرناه يأتي مبنى آخر، ومن هناك البحر المتوسط كما نلاحظ. بالتالي أخذنا عدد من العلامات المهمة والواضحة بالنسبة لنا، وأيضا من هذه اللقطة تلاحظ البحر المتوسط، السياج، هنا طريق ذهاب وإياب، وهذه علامة للإعلانات كما هو واضح طبعا في هذا الشارع أو في الجزرة الوسطية، وهذا هو جامع كما نلاحظ من طبيعة المنارة. وبالتالي العلامات هنا أبسط وقد تكون أوضح. وإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي الآن، فإن أهم النقاط لهذه العمليات الاستهدافات، المشكلة التي تواجهها إسرائيل، تأتي في هذا الشارع تحديدا، وهو شارع صلاح خلف، هذا هو شارع النصر تحديدا. التقاطعات وهذا الشارع يشكل مشكلة للجانب الإسرائيلي، كلما تقدم الجانب الإسرائيلي باتجاه مخيم الشاطئ كلما استنزفته الفصائل الفلسطينية من منزل إلى منزل، من نقطة إلى نقطة، مباغتة مستمرة، مستغلين الأنفاق، مستغلين المنازل، مستغلين العبوات الناسفة، وكذلك يستغلون القناصة والإمكانيات التي يتمتعون بها. بالتالي هي عملية استنزافية كبيرة. المنطقة التي نتحدث عنها ليست بالبعيدة من صلاح خلف التي أشرناها الآن من أجل تحديد موقعها. إذا ما اقتربنا طبعا بهذا الاتجاه فهذه هي النقطة بالضبط التي جاء فيها استهداف هذه المدرعة التي ظهرت لنا في الصورة الأولى. تلاحظ بأن الطريق طبعا ذهابا وإيابا، السياج، الأشجار، كل شيء مع هذا المنزل الذي ذكرناه، طبعا كل شيء متطابق مع ما رأيناه قبل قليل، وهذا هو المبنى الآخر، وهنا البحر المتوسط. يعني أن المدرعة تقريبا كانت موجودة بهذا الاتجاه، وكانت قد استهدفت عملية التصوير من هنا، والمقاومة الفلسطيني كان واضح بأنه متواجد بهذا الاتجاه من طبيعة القذيفة الياسين 105 التي قامت بهذا الاستهداف. أما طبيعة أو المنطقة التي رأيناها من الصورة الأخرى من المسجد الذي كان ظاهرا لنا، تلاحظه هنا متطابقا، لنأخذ صورة أوضح من القمر الصناعي. وبالتالي بالتوقف هنا ستلاحظ أيضا الطريق ذهابا وإيابا، وهذه هي العلامة التي ترونها للإعلانات أو شارة أو نقطة الإعلانات، وهذا هو الجامع والمنارة واضحة هنا من خلال الظل. البحر المتوسط، إذن المدرعة كانت تحاول التقدم من هنا وتمكنوا من اصطيادها. بالتالي هذه المنطقة أصبحت استنزافية بشكل كبير على الجانب الإسرائيلي، وطبعا الجانب الإسرائيلي هنا لديه أصبحت مشكلة كبيرة بأن الفصائل الفلسطينية تصعد بشكل هائل، وخسائر بدأوا يتعرضون لها، وهذا هو بالضبط الذي تريده الفصائل الفلسطينية، فهي تشتبك بشكل كبير في تل الهوى، وكذلك في حي الزيتون، وأيضا في مخيم الشاطئ بشكل عنيف، وأيضا في ضاحية عطاطرة، وأيضا في بيت حانون. هذه النقاط التي تحاول الفصائل الفلسطينية تثبيت الجانب الإسرائيلي، وتريده أن لا يتحرك إلى طريق أكبر أو يحقق تقدما أكبر. يريدون بالضبط حماية هذه أو ميناء غزة، وكذلك مخيم الشاطئ، لأن مخيم الشاطئ يشكل نقطة دخول مباشرة إلى ضاحية الرمال التي تعتبر العاصمة الإدارية لقطاع غزة. لا يمكن السماح للجانب الإسرائيلي أن يتقدم بهذا الاتجاه من وجهة نظر الفصائل الفلسطينية، وخاصة أن الجانب الإسرائيلي سيطر على شارع الرشيد من جهتين طبعا من هذا التقدم، وواضح يريدون إغلاق المنطقة بأكملها. والفصائل الفلسطينية تعلم تماما إن تم هذا الأمر، يعني قد تكون المرحلة القادمة اقتحام مدينة غزة، شمال قطاع غزة، لإنهاء السيطرة عليها، وهذا لن يكون في مصلحة الفصائل الفلسطينية، ولن يكون في مصلحة الأنفاق التي تعطيهم فائدة كبيرة جدا في مواجهة الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن هذه الأنفاق هي تكون مفيدة ومهمة وفعالة للغاية عندما يكون العدو أو الخصم بعيدا عنك على مسافة منك، وهي مفيدة تماما عندما تأتي الطائرات لتحقيق بعض الاستهدافات. ولكن إذا جاء الجانب الإسرائيلي طبعا ودخل واقترب إلى هذه الأنفاق، ستصبح فتحات الأنفاق مكشوفة له،
وستتحول الأنفاق إلى نقطة ضعف خطيرة على الفصائل الفلسطينية، لأن فتحات الأنفاق ممكن أن توضع فيها المتفجرات، الغاز السام، وكذلك ممكن أن ترسل الروبوتات فيها، الكلاب البوليسية أو غيرها، أو التسلل من خلالها. بالتالي تبقى الفصائل الفلسطينية أيضا حبيسة هذه المنطقة تحت الأرض، تكون مثل السجن بالنسبة لها حتى يتم طبعا القضاء عليها تماما. وبالتالي الفصائل الفلسطينية هدفها ألا تصل إلى هذا السيناريو نهائيا، وأيضا إيقاع أكبر خسائر ممكنة بالجانب الإسرائيلي في هذه المنطقة، إن كانت في هذه النقاط التي نتحدث عنها أو من خلال هذا الرتل أو حتى من بيت حانون. خسائر كبيرة مع تقدم ضعيف أو تقدم ضئيل إن تمكن الجانب الإسرائيلي من هذا، وذلك لأنهم يعلمون بأن هنالك رأي عام ضد حكومة الطوارئ الإسرائيلية وضد بنيامين نتنياهو وضد وزارة الدفاع وضد حتى المخابرات والموساد والشنبت وغيرها الإسرائيلية، والشباب كلهم طبعا يتعرضون إلى مشكلة وضغط كبير للغاية. خسائر أكبر سيعني مشكلة أكبر في الداخل الإسرائيلي، وخاصة أن إسرائيل الآن تتعرض إلى نوع من الضغط من الجانب الأمريكي بحسب ما نشرته نيويورك تايمز بسبب الضحايا والقتلى من المدنيين من الضربات الإسرائيلية. فنيويورك تايمز أكدت أن في الأسبوعين الأولى من هذه المعركة الجانب الإسرائيلي استخدم قنابلا ثقيلة للغاية يصل وزنها من 1000 إلى 2000 رطل، أي من 450 إلى 900 كيلوغرام، قنابل ثقيلة للغاية قد تضرب قائدا أو نفقا معينا تحت الأرض، ولكن المدنيين في المنطقة يقتلون جميعا. وبالتالي جانب الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل أن تستخدم قنابل أصغر، وأبدت استعدادها بإرسال قنابل أصغر للجانب الإسرائيلي. 90% من القنابل طبعا في الأسبوعين الأولى كانت ثقيلة للغاية من التي ضربت وتسببت بهذه المشاكل. وبالتالي هنالك رأي عام عالمي أيضا في مسألة الضحايا المدنيين بسبب هذه المعركة، وهذا ما تراهن عليه الفصائل الفلسطينية بكل تأكيد. ومسألة الخسائر الإسرائيلية هي مسألة متوقعة من الجانب الأمريكي بشكل كبير، من مثلا جنرالات مهمين في الولايات المتحدة الأمريكية، جنرال ديفيد بيتريوس وهو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سابقا، الرجل كما نشرت هارتس وعدد من الصحف والوكالات وغيرها، قال بأن خسائر الجانب الإسرائيلي من الفصائل الفلسطينية في هذه المعركة أمر متوقع، ثمن باهظ للغاية متوقع بسبب طبيعة المنطقة وحرب الشوارع التي سيتعرضون لها عندما يقومون بالدخول شيئا فشيئا في داخل هذه المنطقة. وأساسا اعتبر مسألة القضاء على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحديدا، حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، هي مسألة صعبة وصعبة للغاية، ليست بالعملية السهلة، حتى قارن بالعمليات الأمريكية في العراق على مستوى الفلوجة أو حتى الموصل، وهو أمر يتم الحديث عنه بشكل مستمر. حتى أن بلومبرغ تحدثت بأن الخسائر الإسرائيلية هنا مؤخرا في 30 أكتوبر كما تلاحظون، وهو تاريخ ليس بالبعيد أبدا، وضحت بشكل واضح بأن الخسائر إن كانت وإن استمرت في قطاع غزة فهي ستؤثر حتى على صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طبعا يعتبر مستر سيكيورتي، هو الرجل الأمن، السيد الأمن الأساسي. هذه الصورة ستنتهي، ستؤثر عليه بشكل كبير، وهذا هو عمل الفصائل الفلسطينية الأساسي في هذه المعركة. وأيضا الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تضع في حساباتها المعادلة الجديدة التي وضعت أمامها في هذه المنطقة، فرغم إعلان جماعة الحوثي الحرب على الجانب الإسرائيلي، إلا أن ليس هنالك أي صاروخ ولا حتى صاروخ واحد حقق شيئا في هذه المعركة أو سقط على إسرائيل أو غيرها، بسبب الدفاعات الكثيرة الموجودة في المنطقة بشكل عام على طول البحر الأحمر. كذلك أن الفصائل العراقية والفصائل المسلحة في العراق والفصائل المسلحة في سوريا، مسألة تصعيدها ليست باتجاه إسرائيل وإنما باتجاه القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية أو مستشارية التحالف الدولي في العراق، غير الطائرات المسيرة والصواريخ لا يوجد شيء نهائيا، وهو أمر الآن اعتادت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نسمع أي جرحى أو قتلى من الأمريكيين نهائيا الآن من خلال هذه الاستهدافات. بالتالي لم تعد تتصدر العناوين أبدا، لكن إن الملاحظة الكبيرة هي من كلمة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، التي لاحظناها وشهدناها جميعنا مؤخرا، ابتعد تماما عن مسألة الدخول بالحرب أو إعلان الحرب تماما، وبالتالي
التالي وضع عددا من الاعتبارات وحافظ على خطوط الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي. وهذا ببساطة يعني أن الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة هي لوحدها في هذه المعركة، على الرغم من كل التصعيد الذي نراه والتصريحات الكثيرة حتى من الجانب الإيراني. فإيران تقول إن اعتديتم علينا سنرد وسندافع عن أنفسنا، بالتالي هم ليسوا معنيين بهذا الشكل الكبير بما يجري رغم الكثير من الارتباطات التي تأتي بينهم وبين الفصائل الفلسطينية طبعا الموجودة في قطاع غزة. ومركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية كان قد توقع نهاية الشهر الماضي مسألة الخطاب وطبيعة الخطاب الذي سيصدر من السيد حسن نصر الله والموقف القادم من إيران ومن حزب الله اللبناني، وهذا ما ذكره مركز الروابط. النظام الإيراني لا يميل في الوقت الحاضر إلى أي مواجهة حقيقية ميدانية، بل يعمل على الاستفادة من التطورات القائمة والفرص السياسية السانحة والاحتفاظ بقوة حزب الله اللبناني وعدم زجه بمواجهة حقيقية مع القوات الإسرائيلية. هذا بالضبط هو الذي حدث بعد كلمة السيد حسن نصر الله. أيضا مركز الروابط بنفسه مرة أخرى، نفس المركز ذكر يوم أمس أيضا تفاصيل مهمة مرتبطة بقضية أن الولايات المتحدة أيضا لا تريد أن تصعد في هذه المنطقة، وذلك من أجل مسألة الاتفاق النووي والعودة للاتفاق النووي. وواضح أن إيران تضع في حساباتها هذه المسألة قبل أن تفكر في الدخول بمعركة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، إن كانت عن طريق حزب الله اللبناني أو حتى الفصائل الموجودة في المنطقة.